انفجار إثيوبيا وتحذير خطير من أمريكا ننشر التفاصيل وأول تعليق ناري وعاجل من الكنيسة الأرثوذكسية على قضية زكريا بطرس. ولواء سابقا بالمخابرات المصرية ينشر مفاجأة لكل المصريين ننشر التفاصيل. ووسائل إعلام عبرية تنشر مفاجأة مسؤول من الكيان الصهيوني بارز يزور مصر. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مجرمي الانترنت ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وانفجار إثيوبيا وتحذير خطير من أمريكا. وحذر وزير الخارجية الأمريكي بلينكين من انفجار داخلي في إثيوبيا التي تمر بحرب مستمرة بين قوات متمردة في الشمال والحكومة الفيدرالية قد يؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة. وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين سيؤدي لانفجار إثيوبيا من الداخل، وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة إلى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة. وأكد أن المسار الآخر هو إنهاء جميع الأعمال العسكرية الحالية والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق حيث يحتاج إليها السكان. وتابع وزير الخارجية الأمريكي أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب بل هو ضروري، ويمكنني القول لكم إن أمريكا تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه. وتزامنا مع تصريحات بلينكين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن وضع أمريكا عقوبات على 4 كيانات وشخصيتين في إريتريا بينها جيش البلاد ردا على تدخلها في الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات متمردة في إقليم تيجري وحلفائها. المصدر معنا كان من فرانس بريس، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. فرانس بريس وبعض الوكالات. وأمريكا تنذر بانفجار إثيوبيا من الداخل، أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأول تعليق ناري وعاجل من الكنيسة الأرثوذكسية على قضية زكريا بطرس. علقت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر على قضية الكاهن السابق زكريا بطرس المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى انقطاع صلتها به منذ أكثر من 18 سنة. أوضحت الكنيسة في بيان لها أن زكريا بطرس كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليما غير أرثوذكسي. واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره. أضافت أن الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وتم قبول الطلب من قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003، ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد. وتابعت بعدها ذهب لأمريكا واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إبراشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها، وقال نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة، ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين. وتصدر هاشتاج عاقبوا زكريا بطرس موقع تواصل اجتماعي تويتر، وذلك للتعبير عن الغضب من بطرس بعد تصريحات أساء فيها للنبي محمد. وحسب موقع صدى البلد
أطل بطرس عبر أحد القنوات الدينية المسيحية مهاجما النبي محمد، كما اعتقد في كلامه أن المسلمين يكتشفون يوميا أخطاء للرسول. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد وآرتي. طبعا يعني ما ينفعش ندي فرصة لمثل هذه الشخصيات، يعني مش هقدر أقول عليها شخصيات، الكائنات، ما ينفعش نديهم يعني ولو دقيقة من وقتنا ان احنا ننتبه لكلامهم ولا حتى نرد عليهم او نشتمهم، لان احنا لو شتمناهم احنا كده بنحقق اهدافهم، لان لزي يعني زكريا بطرس او ما يطلق عليه زكريا بطرس ده بيبقى ممول من اجندات، ده بيبقى ممول من اجندات في الخارج، وطبعا يعني هو بيضر المسيحية قبل الاسلام، لان المسيحيين اصلا يعني مش بيحبوه، والكنيسة الارثوذكسية حذرت منه، وطلعت بعض المقالات الكنسية اللي بتثبت شذوذ زكريا بطرس، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. والشذوذ هو شذوذ جنس ليس شذوذ فكري، فأعتقد أنه يعني غير محبوب من الجميع في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ولواء سابق بالمخابرات المصرية ينشر مفاجأة لكل المصريين، وقال ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق اللواء تامر الشهاوي إن هناك تحركات جديدة من جانب بعض القوى الدولية والإقليمية لمعاودة الانقداد على المنطقة العربية وخلق حالة من الفوضى. وأضاف الشهاوي وهو عضو لجنة الدفاع والأمن القومي المصري السابق تعليقا على انعقاد المنتدى العربي الاستخباراتي في القاهرة، مما لا شك فيه أن هناك تطورات جيوسياسية شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات العشر الماضية وما زالت تعيش أحداثها. وتابع ومن المؤكد أن هناك تهديدات وتحديات ومخاطر قد تواجهها المنطقة العربية وترتفع حدتها خلال الفترة القادمة في ظل ظهور بعض من مقدمات تلك التهديدات، ومع رؤية جديدة تنتهجها قوى الدولية بشأن الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وقال اللواء المصري السابق بدأت مصر باتجاه إعادة ترتيب أوراق المنطقة العربية لمواجهة المخاطر والتهديدات والعمل الاستباقي لمواجهة التحديات، مع حرص مصر على أن تحل كافة القضايا العربية داخل بيت العرب من خلال التوصل إلى حلول سياسية ولتقريب الرؤية بين أبناء الوطن الواحد، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية في ظل محاولات قوية لشق الصف العربي وخلق حالة من الفتنة وعدم الاستقرار في عدد من دول المنطقة، وإنها محاولات تستهدف تدمير مقدرات الدول وهدم مؤسستها من أجل إضعافها. وأوضح أن ذلك يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية في إطار مكافحة الجماعات المتطرفة وتبادل الرؤى الاستخباراتية في إطار هذا المنتدى الذي يمثل إطارا مشتركا لتحقيق هذا الهدف. وختم اللواء تامر الشهاوي حديثه: تتصدر اجتماعات المنتدى التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وأبرزها مخططات التفكيك والتقسيم على أسس عرقية وطائفية وإضعاف الدولة الوطنية وتزايد التدخلات الخارجية في أزمات المنطقة ومناقشة مكافحة الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة، وأفضل السبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية ويحقق لها الأمن والاستقرار. المصدر معانا كان من آرتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتلمع بعض الخبر آخر. ووسائل إعلام عبرية تنشر مفاجأة: مسؤول من الكيان الصهيوني بارز يزور مصر. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولا من الكيان الصهيوني رفيع المستوى وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين. أشار الصحفي من فريق من هيئة البث التابعة للكيان الصهيوني مكان شمعون أران على حسابه في تويتر أن طائرة تابعة للكيان الصهيوني خاصة هبطت يوم الأحد في القاهرة، ومن المرجح وجود شخصية من الكيان الصهيوني كبيرة على متنها. وأوضح الصحفي أن هذه الطائرة رقم AYT-001 تستعمل عادة في زيارات مسؤولين للكيان الصهيوني كبار، وخاصة سبق أن نقلت وفدا من الكيان الصهيوني إلى الخرطوم.
من جانبه أكد موقع والا الإخباري أن مستشار الأمن القومي للكيان الصهيوني إيال حولاتا غادر اليوم إلى القاهرة للقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل. وحسب بيانات الموقع سيتطرق الاجتماع بين المسؤولين البارزين مواصلة عملية التسوية مع حركة حماس وإمكانية أداء مصر دور الوسيط في قضية السجناء والمفقودين من الكيان الصهيوني في قطاع غزة. المصدر معانا كان من وسائل إعلام عبرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مجرمي الإنترنت. شنت وزارة الداخلية المصرية حملة ضد مجرمي الإنترنت الجرائم الإلكترونية، وذلك جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب الإلكتروني وتزوير المحررات الرسمية. وفي تفاصيل حملاتها وعملياتها، تمكنت السلطات المصرية من ضبط متهم مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، قام بممارسة نشاط غير مشروع في التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها أونلاين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وبعد استلامها يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. هذا وضبط الأمن المصري أيضا أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة سمنوب بالغربية، قام بممارسة نشاط إجرامي واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، متخذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث عثرت في منزله على ثلاث بصمات خواتم على ورق لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية ومجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية والعديد من بطاقات الرقم القومي بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من الملفات والمظاريف منسوبة لإحدى الجهات الحكومية. كما تمكنت السلطات المصرية من ضبط موظف سابق بأحد البنوك مقيم بالقاهرة تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت هاكرز موجودين خارج مصر، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية. ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الإقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم، حيث وصلت حصيلة تلك العمليات إلى 500,000 جنيه. وضبطت السلطات مع المتهم 8 هواتف محمولة، 3 أجهزة حواسيب محمولة، وعدة هواتف محمولة، و8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم والمستخدمة في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي والعديد من الوسائل التي تساعده في عملياته. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وتحية كبرى للداخلية المصرية. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى تكون خفيفة على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.